عندما كان داعش كان مانعنا من هاي الاحتفالات، والحمد لله اليوم بصير أول احتفالية كبرى في هذا الجامع، وإن شاء الله يوم اللي يتعمر ويصير أحسن وأحسن وأحسن من قبل، ويصير به الاحتفالات لأن هذا رمز مدينة الموصل. فمنع أهل الموصل من إظهار الاحتفال بميلاد رسول الله، ولكنهم يحتفون دائما ويحتفون بميلاد رسول الله، فعاد الاحتفال والاحتفاء والفرح علنا بميلاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله قد وكل ملكا عند قبر المصطفى قمرا منيرا، وإنما قال سراجا منيرا. من صاحب هذا البيت وصاحب هذا البيت كان وجهه مستنيرا.